على وقع الأزمات التي لا تلبث أن تهدأ حتى تتفاقم من جديد. يودع اليمنيون عام 2020، فخلافاً للتطلعات التي كانت ترى بأن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية قد يشهد انفراجة خلال العام 2020، كانت أيامه أشد وطأة على المدنيين هناك. فمنذ الشهر الأول تصاعدت حدة المعارك بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي، وعلى الرغم من خسائرها الجسيمة واعترافها بمقتل عدد من زعمائها، لم تنفك الميليشيا المدعومة إيرانياً من مهاجمة عدة محافظات يمنية كمأرب التي تحوي نحو 2 مليون نازح كرصيد إضافي لغيرهم ممن هم بمناطق أخرى يسكنون مخيمات تفتقر لأبسط أساسيات الحياة، حتى بلغ عددهم الكلي نحو 4 ملايين وفقاً للأمم المتحدة. وبحسب المنظمة الأممية فإن 80% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكل أساس، وسط مخاوف جادة من مجاعة وشيكة، حيث يفتك الجوع بأجساد الأطفال والكبار على حد سواء، وهو ما دفع الأمم المتحدة لقرع أجراس الخطر بالتزامن مع إعلانها وقف 15 برنامجاً إنسانياً في شهر أيلول الماضي بسبب نقص التمويل، رغم تفشي وباء كورونا بشكل خطير الذي أضاف بعداً آخر لمأساة اليمنيين. على المستوى الحقوقي، تعرض المدنيون لانتهاكات عدة خلال المعارك التي اندلعت بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي. مكتب حقوق الإنسان في صنعاء وجه أصابع الاتهام إلى ميليشيا الحوثي ووثق ارتكابها أكثر من 24,000 انتهاك ضد الأطفال، شملت القتل والاختطاف والتجنيد بالإضافة إلى قصفها أحياء سكنية. وأمام تمادي ميليشيا الحوثي في جرائمها، أعلنت واشنطن نيتها في تشرين الثاني الماضي تصنيف الميليشيا كجماعة إرهابية. ومن بين أبرز الأحداث التي شهدها اليمن خلال هذا العام أيضاً هو سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة سقطرة الاستراتيجية جنوب شرقي البلاد عقب مواجهات مع قوات الشرعية. وعلى الرغم من هذا التطور الخطير، إلا أن اليمن شهد تشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبد الملك في شهر كانون الأول الحالي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في عام 2019. أما عن مدى نجاح الحكومة الجديدة فلا يزال يعتمد على عوامل عدة تثير الكثير من التساؤلات، أبرزها كيفية رأب الصدع بين أركان الحكومة، لسيما أن أحد أهم عمادها هو المجلس الجنوبي الانتقالي الساعي للانفصال. ويترقب اليمنيون العام الجديد بحذر شديد، آملين انقشاعاً حقيقياً لأزماتهم ينقذهم من وطأة الحرب المستعرة منذ 6 سنوات والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 233,000 شخص، وتسببت بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتراجع التنمية البشرية في البلاد بمقدار 20 عاماً.